تعد زحمة السير من يوميات المواطن اللبناني، إذ يعاني كل من يسلك الطريق العام في جونيا قرب الكازينو زحمة خانقة جراء أعمال الصيانة. من وراء الجسر رجع لزامه لزيت الشخص تعتير. الله يساعد دولتي ويساعدنا، بيستاهلوا يقعدوا أكثر من هيك عمالهم. خلين عم بيزبطوا شوي الجسر شي ساعتين. تعرف اللي في عجقة؟ لا، عم بيساووا الجسر. تتدخل القوى الأمنية لدى المتعهد لتحريك عجلة السير، إلا أن مدير الشركة المتعهدة يجد أن الزحمة أهون بكثير من وقوع حادث بسبب الحفر. بصراحة جسر عليه مسلكين، سيارتين بيقطعوا حد بعض، عم نضطر بوقت تضغط علينا القوى الأمنية نحط بودرة ونحط لنفتح الطريق. هذا الشيء عم بيرجع ياخد وقت من وقت شغلنا. المفروض نكون عم نخلص هالعملية التركيب لتنظيف الطريق ونرجع عن أول وجديد نكمل شغلنا. فشغلة منا هينة، بدها وقتها، بس بآخر النهار اللي عم نعمله لنمنع الحوادث تصير بسبب هالجوار يلي كانت موجودة. تؤدي الشركة عملها بحسب القيمين عليها، والمواطن اللبناني يدفع ضريبة كل تلزيم لصيانة الطرقات، إذ إن دولتنا الزفت تحرم مواطنيها زفتا خاليا من الحفر.